هزين 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 كل يوم جواد تعال سيبوا للدراري محمد حير الله يجازيكم الزكاة يلا سير داروا رحموا لك حيدا هذه جنة التي كنتم توعدون الصغير بما كنتم تكفرون تكلمنا أيديهم واشهد وجوههم بما كانوا يكسبون. وبعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ودفن في هذه الارض في هذه الزاويه التي طالما تخرج من القراء. كان كيقرا فيها هنا، كان كيقرا في الزاويه ديال التاغي اللي هي مشهوره. كان كيخرج السلكه هنا، سمعت يعني راول الزاويه وقرا في الزاويه. الاستاذ الحاج محمد فوزي تتلمذنا على يديه منذ سنه 1967، وكان يعني نعم الاستاذ، وكان استاذا نموذجيا، وكان يعني صاحب الطرفه، وكنا يعني ما كنحسوش بالساعه ديالو، كنا نتمنى يعني امتى يجي الاستاذ فوزي باش يدير لنا الدروس. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء. ويعني انتقل من مدينه خريبكا، ثم انتقل الى من مدينه بن حمد، انتقل الى مدينه خريبكا، من مدينه خريبكا انتقل الى مدينه الدار البيضاء، يعني كان استاذ تما في ثانويه مولاي عبد الله. على كل حال الاستاذ يعني تتلمذ على يدي اجيال، نسال الله تبارك وتعالى ان يجزينا ان يجزيه عنا خير الجزاء، وان يجعله متقلبه ومثواه، وان يفسح له في قبره مد البصر، ونسال الله تبارك وتعالى ان يلهم اهله وذوي الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السيد الشيخ الفاضل الحاج الفوزي رحمه الله، اليوم الحزين، الفقيه العالم الشيخ ديالنا كيتهلا في الزاويه الطلبه من اهل القران وكيحب اهل القران. طلبوا الله يجدد عليه الرحمات، الله يكون من اهل الجنه ومن اهل الفردوس، الله يرحمه ويوسع عليه، والله يجعل القران للطلبه يكون معاه في الجنه ان شاء الله، رحمه الله. والله العظيم راه كنت العاب الله يكبر